اليوم كما كتعرفوا عندنا الدوره ديال اكتوبر اللي فيها واحد العدد ديال النقاط وفيها جوج جلسات. الجلسه الاولى هي اليوم والجلسه الثانيه ان شاء الله تعالى اليوم 22 من نفس الشهر. طبعا التدخل ديالي جاء في اطار نقطه نظام بناء على واحد الطلب اللي ادراج نقطه نظام نقطه بجدول اعمال دوره اكتوبر بخصوص ملاعب القرب المغلقه في مقاطعه عين الشق. اللي كما كيعرف الجميع هذا المشكل ديال ملاعب القرب منذ 2017 والمشاكل فيه يعني ما غاداش في النظام ديالو في الطريقه اللي هي منشئين لها. كنعرفوا بان الملاعب ديال القرب جاوا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه والمشاريع ديال المبادره الوطنيه للتنميه البشريه جاوا من اجل يعني ان تستفد منهم الطبقه الهشه. من المعلوم انه السيد العامل مشكور ديال عمله مقاطعه عين الشق بعد الشكايات بعد مجموعه من الشكايات اللي توصل بها من الجمعيات والوقوف على الموضوع لقى بان هناك خروقات واختلالات فيما يتعلق بخرق الاتفاقيه اللي كانت دارت فيما يتعلق وخدا يعني خرج لجنه مفتشيه من الداخليه جات شهدت عينات المشكل بانه فعلا كاين مشاكل دارت توصيل ديالها باش يتسحبوا دوك الملاعب يتحيدوا للجمعيه ويتسلموا لجماعه الدار البيضاء من اجل التدبير والصيانه والاشراف ماشي ممتلكات. هذه تقريبا حنا من فاتح مارس وحنا حطينا سؤال للسيدة العمدة على اساس انه راه تسلموا ليها الملاعب علاش ما تفتحوش واش هادشي كاين ولا ما كاينش ما توصلناش بجواب. درنا طلب المآل ديال هذاك السؤال كذلك ما توصلناش طلبنا ادراجها بجدول اعمال هذه الدوره هذه ووعدتنا السيدة الرئيسة بانها غادا تدرجهم المره الاولى والثانيه وجيت عندها شخصيا قالت لي صافي راه مدروجين الا انني في جدول الاعمال كنتفاجئ بان هاد الملاعب ما كاينينش. ملي جيت كنبحث وكنقلب لقيت بان هنا السيد النائب المفوض اللي هو عنده القطاع ديال الثقافه والرياضه يعني كيسعى باش هاد النقطه هذه ما تدرج وكيعطي مبررات اللي خويا اللي كما تعرف الجميع الا رجعتوا لمواقع التواصل هو تيقول بان الموضوع في المحكمه والمحكمه يعني باقي ما بتاتش. حنا ما هنا بحال كان السيد العامل كنضعفوا وتنقولوا ما عارفش كيدير. السيد العامل هو اللي يراقب على الاداره هو اللي يراقب على كل ما هو اداري بما انه خدا الاجراء ديال تسليم الملاعب لجماعه الدار البيضاء ما يمكن ليه يدير واحد الاجراء يقول بان المحكمه باقي ما بتات وانا غنسلم. الا كاين شي دعوه قضائيه كاينه فيما يتعلق بالاختلالات والخروقات في الاتفاقيه فيما يتعلق بشي حاجه اللي عندها علاقه بالفلوس. اما بالنسبه للمرافق تسلموا جماعه الدار البيضاء خصهم يتفتحوا الفوجه للعموم. اليوم حنا ما يمكن ليناش غادي نبقاو الساكنه محرومين. هنا دابا سمعنا السيد العمده كتقول لنا بان كاين مشكل في المحكمه ديال اصحاب العقار. نوضح واحد الفكره اللي هو ان هذاك العقار اللي فيه دوك الملاعب والشبيبه هذوك المرافق الملاعب كلها كان من اواخر السبعينات كان تابع لجماعه بوسكوره في التقسيم الاداري ديال 90 تقريبا اللي ولا سيدي معروف بقى العقار تابع لجماعه البلديه سيدي معروف وفي التقسيم الاخير اللي هو 2003 تبع لجماعه الدار البيضاء. خير دليل هو انه اتفاقيه عندي هنا هي هذه اللي فيها اللي دار فيها هذا المشروع هذا فيها جماعه الدار البيضاء فيها الكاشي ديال جماعه الدار البيضاء ومقاطعه عين الشق واللجنه الاقليميه للتنميه البشريه. هو هذا ها هو السي عبد اللطيف الناصري السي عبد اللطيف الناصري وكنعرفوا القانون التنظيمي كيمنع تضارب المصالح يعني من منذ بدايه انشاء هذا المرفق هذا فيه تضارب المصالح. هو كان رئيس الجمعيه ديال الشباب الرياضي وبعد ما بدا كيمهد باش يدخل على هذا المشروع هذه دخل النائب ديالو اللي هو محمد بن نيس باش يتولى رئاسه الجمعيه وهو خد التفويض في اللجنه المحليه اللي اعتقد على حسب علمي ان اللجنه المحليه ما كتفوض شيء وهو اللي مفوض هنا بانه دخل في اتفاقيه. فهنا كاين السيد العامل ديال رئيس اللجنه الاقليميه انذاك كاين السي عبد اللطيف الناصري كيمثل الجماعه الدار البيضاء ومقاطعه عين الشق وكاين الجمعيه ديال الشباب الرياضي. اليوم كنجيو باش كنشوفوا تضارب المصالح فين كيتضح هو ان اليوم عاوتاني منين السيد العامل سد الملاعب بناء على مشاكل وهذا وهو عنده التفويض في جماعه الدار البيضاء بدا كيعرقل باش ما يتفتحوش هاد الملاعب. اليوم كيبان لينا بالواضح المجرع لما منع تضارب المصالح ها علاش منعها يعني راه لما كتكون عندك واحد المصلحه بواحد القطاع ولا هذا راه كتولي كدير العراقيل. فلهذا كنطلبوا هذه الرساله توصل للسيد الوالي اللي مشكور كنشكروه لانه خدام بجراه وكنشوفوا بان مذكره ديال وزير الداخليه جات منذ بدايه المجلس اللي كتبين بان اللي عنده تضارب المصالح خاصو يتخذ فيه الاجراء. هنا كاين تضارب المصالح بالواضح في البدايه ديال المشروع وفي نهايه المشروع واليوم هو كيبان لنا. فكنتمنى ان شاء الله تعالى الصوت وكنشكركم حتى نتوما على التتبع ديالكم وعلى الملائمه. هذا الدور ديالنا جميع حنا كمنتخبين نتوما كرجال الاعلام باش كتوصل الرساله وكنتمنى توصل للسي الوالي ان شاء الله تعالى باش تاخذ المشروع يعني هذه المساله هذه تاخذ الطريق ديالها الصحيح.